اهلا وسهلا ومرحبا بالغزالات ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. بغيت نشارك معكم السفر ديالي من مدينه كيبيك الى موريال. نعرفكم على هذه المدينه، واخا حتى انا اول مره غنشوفها وقلت نشاركوا هذه الخرجه كامل. يمكن المسافه ما بين كيبيك موريال تقريبا 240 كيلومتر، ساعتين ونصف ديال الطريق. كيف ما كتشوفوا حنا شادين الطريق، ما شاء الله الدنيا زوينه خضراء، الجو كان رائع، يعني ما تسخسخنا لا في الطريق لا والو. حنا دابا وصلنا لموريال، هذا هو الشارع اللي فيه لوطيل، وهذا اوبرج. ندخلكم تشوفوا لوطيل. خديت غير مقتطفات خفاف، يعني مع هذا الكونفيرمون ما قدرتش ناخذ لقطات كاملين، قلت ناخذ غير شي حاجه قليله نشاركها معكم. كيف كتشوفوا هو هذا لوطيل، هذا الكولوار اللي فيه لي شومبر. هنا كاين لابيسين فين كيدوزو الوليدات النهير ديالهم. الطبيعه زوينه ما شاء الله، محيدين لي رولاكس، يعني لوطيل زوين ولكن ناقصين فيه بزاف ديال الحوايج. الفطور ما كتفطريش في الريستو، كيطلعوا لك الفطور حتى لا شومبر. كتسرحي غير الفاطي في البيسين، يعني ما كاينينش لي رولاكس، يعني مع هاد المرض يعني بزاف ديال الحوايج ناقصين بزاف. وهذا هو الشومبر تشوفوه. الصراحة اوتيل زوين مستوى. وهذه هي المدينة القديمة ديال موريال، فيو موريال. تشوفوا حتى هي لقطات خفاف، انا فين ما كتبان ليا شي بلاصه خاويه كناخذ لكم مقتطفات. حنا دابا داخلين الفيو بور ديال موريال. شوفوا ما شاء الله الدنيا زوينه، الجو كان زوين. هاد البلاصه بحال المعرض، دايرينو كيبيعوا فيه لي زاكسيسوار، نظاظر.
هاد البلاصه كتكون الدنيا فيها زوينه بزاف، كيعاودوا الناس اللي كيسكنوا هنايا كتكون فيها السهرات، كيكون فيها الانيماسيون، ولكن مع هاد الوباء يعني بنادم كيخرج غير خرجات خفاف صافي وكيرجع في حاله، ما كاينين لا سهرات بالليل حتى شي حاجه. هنا دايرين واحد البارك ديال لي جو كيلعبوا فيه الالعاب، كاين بزاف ديال فين دوزي النهار ديالك. ما شاء الله الدنيا زوينه غزاله، ما تسخاش تحيد من هاد البلاصه. شوفوا هاد المناطق شحال زوينين. ودابا دخلنا للسوق ديال جون طالو اللي معروف في موريال، فيه جميع الخضار، فيه الازهار، فيه خضار مختلفه. كاينين شي حوايج اللي انا في الخضره ما كنعرفهمش، لقيتهم في هذا المارشي. لقيت فيه غير الدنجال، لقيت فيه سبحان الله اشكال وانواع، دنجال موف، صفر، احمر، خضر. ما عمرني شفت هذاك الدنجال، كنشوف انا كنعرف الدنجال لون واحد، سبحان الله كل بلاد وباش معروفه. شوفوا هاد المقتطف اسم هاد السوق اللي جا منين هاد جون طالو. بغيت ندخل لواحد المحل ديال العرب اللي كيتباع فيه كل ما كيخص، من العطريه، الحنه، القطران، السواك، الطواجن، اي حاجه متعلقه بداكشي ديال المغرب كاينين في هاد المحل. حمقني، خديت لكم حتى هو منه مقتطفات، دخلت قديت منه شي حاجه وقلت نشارك معكم هذا المحل حاجه بحاجه. اتاي اشكال وانواع، سلطان، العنبر، الشعره، كل شيء، سكر القلب، البكيه، الخل، الحنه، البرقوق، انواع واشكال ديال البخور، الفنايق، كلشي 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 ما كيتعلق بداكشي ديال العرب. الكيسان يعني الدخ اللي تقدي فيه كاع داكشي اللي خاصك، الطنجيه، كلشي. حيرني هذا المحل، عجبني، راني شي ساعه وانا داخله ما سخيتش نخرج منه. دخلت خديت منه شي طواجن، شوفوا ما شاء الله الطواجن اشكال وانواع، بحال تقول راك ماشي في كندا، راك في مراكش ولا اسفي. كاين داكشي ديال الابيض، فخار وابيض، كاين طويصلات هاد البيضين حتى هما زوينين، كاينين الزلايف، كاين هاد الضيافار، كاين الديكورات ديال النحاس، كاين الفنايق، يعني اي حاجه طاحت لك على البال كتلقاها في هاد المحل. الكادوات، الديكورات، المهراز، المبخرات، طويجنات صغار، بحال داكشي ديال اسفي. نشكركم على المشاهده وتبقوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله، نكملوا في مدينه موريال والى فيديو اخر ان شاء الله.